الحقيقه كولر من الناس اللي بيعملوا ماتشات جيده على نادي الزمالك دائما وابدا، بيفرحنا في البطولات وفي المباريات والمناسبات المختلفه. عندنا مباراه قادمه مع نادي الزمالك، بطوله سوبر، كسبان الراجل الموسم قبل الماضي فريق الزمالك، وبرده كانت في الامارات. ما هو المطلوب من كولر والناحيه الفنيه اللي حضرتك كنت عايز تتكلم عليها كمان حتى نعيد البسمه لجماهير النادي الاهلي؟ طيب، هو احنا النهارده اتفرجنا على مباراه الزمالك وبيراميدز، صح؟ نعم. المباراه كانت تقريبا شبه رايحه لبيراميدز، مظبوط، لوقت طويل جدا. بيراميدز فرط، نعم، فرط في المكسب كتير، مرتين بيراميدز قدام الزمالك كده، يبقى في احسن حالاته وفي افضل حالاته ومستواه وعنده مش عارف اللعيبه وعنده الاحتياطيين، لكن بيراميدز امام الزمالك هو كده، او بمعنى يعني اصح الزمالك كعبه عالي على بيراميدز، فبيكسبوا على طول. نعم. طيب ماشي، خلينا نروح للزمالك. الزمالك طبعا فرقه محترمه جدا، وعايزين، انت قلت حضرتك احنا بنحترم الزمالك، لا احنا بنحترم كل الفرق. نعم. النادي الاهلي من السبب الرئيسي في ان هو بيعرف يكسب كل البطولات دي، نعم، ان هو بيعرف يحترم كل الناس. صحيح. وبيلاعب كل فرقه على حسب امكانيات اللي عندها. الزمالك رغم ان هو مثلا هنقول مش في احسن حياته النهارده، نعم، شفناه النهارده، انما يبقى هو نادي الزمالك طبعا عنده حظوظ كبيره جدا لو اديته فرصه. نعم. لو سهلت له الجيم، نعم، لو سبت له الاستحواذ. ازاي ما سهلش الجيم بقى؟ ان انا اضغط عليه زي ما انا بشتغل. نعم. احنا يعني من ايام ما انا لما كنت بلعب، ان انت الجيم بتاع نادي الزمالك ازاي تخطف الجيم بسرعه. نعم. ما ينفعش ان انت تسيب الجيم رايح جاي مع 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 فرقه كبيره زي نادي الزمالك، عندها امكانيات، عندها لعيبه بتقدر ان هي تحل، عندها، انا شايف ان واحد من ناصر ماهر من احسن لعيبه موجوده طبعًا في نادي الزمالك، وسايبين له هو القرارات الهجوميه كلها لنادي الزمالك. عبد الله متاخر شويه، وسايب له هو الحريه ان هو بيتحرك وما بيدافعش كويس جدا. فانت بقى عندك اثنين في نص الملعب لنادي الزمالك، عبد الله ما بيدافعش. النقطه اللي انت حضرتك بتقول عليها النهارده، اللي هي اللي عندنا مشكله فيها، هي دي النقطه اللي لازم انا استغلها المباراه الجايه. نعم. نص الملعب بتاع نادي الزمالك في لعيبه كتيره كويسه، وانا من الناس اللي بتعترف ان هي كل ما كانت لعيبه الكوره كتير في الملعب ده بيديهم الاستحواذ، فانا لازم اضغط عليهم. نعم. عبد الله سعيد ما سيبهوش يوزع اللعب ويبقى مرتاح، واسيب له مساحات لعب كبيره عشان يقدر يشتغل مع الناس ويشتغل معاهم بشكل كويس جدا، فيبقى لازم اضغط من البدايه، ولازم انا اقرب المساحات على 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 فرقتي، ما اشتغلش من الملعب فيه 3-3، ما اشتغلش من التلت الدفاعي بتاعي، فابتدي ان انا لما اقطع كوره محتاج مساحات كبيره جدا عشان اروح على نادي الزمالك، لا اضغط من بدري، بقى عندي المساحات، اقلل المساحات على الفرقه، وابتدي ان انا اخد المبادره الهجوميه، ما بقاش ان انا قاعد مستني ابقى رد فعل، لازم ابقى انا اخد الفعل من البدايه. المرات الكبيره دي لازم تاخد الفعل، ولازم تبقى انت الاقرب للمكسب طول الوقت، ما تسيبش الاستحواذ في الماتشات الكبيره دي، ما ينفعش تسيب الاستحواذ. طيب، تشكيل الامثل، وعايزك برضو توضح الناس ان ثقتك في كولر كبيره، يعني اذا كنا بنتكلم على بعض الاخطاء الفنيه، لكنه الراجل محقق نجاحات ومحقق نتائج ومحقق بطولات، بسم الله ما شاء الله، عامل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. اذا كان هناك احيانا بتبقى فيه وجهات نظر في اختيار لاعب او عدم اختيار لاعب، جلوس لاعب على دكه البدلاء او، وبالتالي عايزين نتكلم التشكيل الامثل من وجهه نظر حضرتك وطريقه اللعب اللي يلعب بيها مستر مارسيل كولر المباراه القادمه. يعني اولا لابد ان يكون في التركيز على الهدف الرئيسي. نعم. الهدف الرئيسي هو الفوز. كويس. مش الهدف الرئيسي ان انا ابقى نجم المباراه، او ان انا ابقى هداف المباراه. نعم. او ان انا ابقى وراء. انت حضرتك بتتكلم على اللعيبه. ده على اللعيبه. انا لابد ان تتنحى جانبا. كويس. نحن هو اللي يجب ان يكون العنوان، كيف نفوز بهذه البطوله. حل. وبالتالي انكار الذات وتفكير في المجموعه. نعم. كل لاعب يؤدي الدور المطلوب منه على اكمل وجه، بدايه من راس الحربه الى اخر مدافع. نعم. مفيش لاعب في كره القدم الحديثه ان هو لما يفقد الكوره يقول انا ماليش في الواجبات الدفاعيه. نعم. احنا بنشوف بطولات ومباريات عالميه. صحيح. الدفاع يبدا من راس الحربه. نعم. الدفاع يبدا من اللاعب الذي يفقد الكره. نعم. مش اللاعب المساعد اللي بيغطي من الخلف عشان يغطي الخطا بتاع زميله. لو كل واحد في الملعب فكر في نحن يبقى نفوز، انما يفكر في الانا يبقى دي انانيه. المفروض ان هو
يتم توضيح هذه النقطة للاعبين، لا للعب الاستعراضي. نعم للعب الجدي. إذا اتكلمنا على التشكيل، أنا أفضل رغم الوجوه الجديدة التي انضمت إلى الفريق أن يكون الاستعان بها للضرورة القصوى. يحيى عطية الله بيلعب وماشي كويس. ماشي كويس، لكن من إذا في قلوب الدفاع ما فيش إصابات، ما عملش تغييرات، ثبات التشكيل مهم جدا مع بعض التغييرات الطفيفة التي ظهرت سلبيا اليوم. اللي ظهر سلبي اليوم وانه كان من اسباب عدم السيطرة على مجريات اللعب، لابد ان احنا ننحيه جانبا دلوقتي. تجربة اللاعبين ليس هذا وقتها. نعم، انا اتكلم في النقطة دي. انا عايز اتكلم على شكل، يعني حضرتك هتقولي تشكيل للنادي الاهلي مباراة الزمالك. انا عايز التشكيل اللي احنا معتادين عليه، التشكيل اللي معتادين عليه. انا ما عنديش مشكلة في حراسة المرمى سواء كان الشناوي او شوبير، ما فيش مشكلة عندنا في الحتة دي. عندنا مشكلة في عمر ولا اكرم؟ عمر كمال عندنا مشكلة. اذا ثبت سلامته وقدرته على الاداء بشكل سليم 100% يبقى عمر هو كويس. اللي يبدا المباراه مع الاثنين قلوب الدفاع موجودين، انت عايز ياسر وربيع ويحيى عطيه الله في وعطيه الله في مكانه الشمال. نص الملعب لابد من وجود اثنين محاور. انا بتكلم على مروان وبتكلم على اكرم. لو مش هيلعب باك يمين، الثالث هيكون عاشور جهه اليسار كلاعب بلاي ميكر في شكل هجومي. ماشي، وافضل انه ابقي على قفشه في الشوط الثاني لقيادة الفريق بشكل واضح ويفرض سيطرته وأسلوبه على فريق نادي الزمالك. في المقدمة أرى أنه وجود بسام وسام ضروري وسام جدا. وسام على طاهر رغم الحالة اللي كان عليها طاهر. لا أصل حالة يعني طاهر أعتقد أنه يعني مع احترامي ليه، وأنا قلت الكلام ده، أنه طاهر السنة دي جاي نيو لوك عن السنين اللي فاتت. بدأ بداية قوية جدا مع النادي الأهلي في المباريات الأفريقية. بيتمرن بجدية وبقوة عشان يثبت جدارته. ومع ذلك بتفضل أن وسام يبقى أساسي. ومع ذلك أنا أفضل وسام يكون موجود لأنه يعني أكثر حنكة وخبرة في المكان ده. الناحية الشمال أنا مش عارف ليه النهاردة الشحات بعيد. يعني هو لعب دقايق ما لمس الكرة تقريبا. يبقى لابد من حسين الشحات. يبقى في مفاضلة. إذا كان تاو بهذا المستوى اللي احنا شفناه النهارده، يبقى طاهر يلعب مكانه.